كما تعرفوا هاتف بوكو اكستريم راه مطلوب بزاف في هذه الايام وراه دخل للجزائر، لكن السعر تاعه راه غالي. نسخة 6 على 64 جيجا راهي يدير 5 ملايين ونصف ما فوق. اما في موقع علي اكسبريس راه بسعر معقول ما بين 45 حتى 44 الف. دخلوا نشوفوا، نخيروا ستوندار نسخة 6 على 64 جيجا، ضغطوا على كونتيني. كما كنتم تشوفوا سعر 212 اورو فاصل 96، يعني كي تجي تحسبها تكون جيت 45. مهم فرق ما بينه وبين السوق في الجزائر فرق كبير، اللي هو في السوق الجزائر راه بزيادة مليون ونص، يعني مليون ونص تقدر تجيب بها حاجة واحدة اخرى. يعني اذا شريت من علي اكسبريس تقدر توفرها وتجيب بها حاجة واحدة اخرى، احسن من تشري الهاتف من السوق وراه غالي. يعني فرق مليون ونص حاجة كبيرة بزاف. اذا شريتها من موقع باش يوصلك للجزائر عنده مدة من 25 يوم حتى 30 يوم يوصل عادي. هو لهنا تاني راه 199 اورو، راه ناقص عليه بشوية. ومشي غير الهاتف بوكو اكستري، كاين الريدمي ايضا. الريدمي هنا راه 110 اورو. ندخلوا له نشوفوا واش راه. شوفوا اولا التعليقات، كاين 35 جزائري راه شاري هذا البورطاب من هذا المتجر. كما راكم تشوفوا الكل يشكروا في هذا البائع، شكرا على التعامل، هاتف لطيف وجيد. شكرا على البائع، سعيد جدا. تأخر قليلين بسبب الكوفيد، هذا طاله بسبب الكوفيد برك. اغلب التعليقات ها ولا هنا وصلها في 31 يوم، اغلب التعليقات ايجابيه، يعني تشري بلا ما تخاف، ما عندك حتى مشكل. كما هذا وصلها في 23 يوم، يعني كلها تعليقات ايجابيه. تشري بدون مشاكل، هاتف رائع وشحن سريع، وانصح بهذا البائع. روحوا شوفوا شعار راه يدير، ضغطوا على ستوندار نختاروا الوان. كما هنا الالوان تاني يختلف شويه في السعر، حاجه قليله ماشي بزاف. نختاروا هذا الاخضر، هذا شوفوا 125.72 اورو، يعني كتري من موقعين قام لك 27 حتى 28 الف، يعني سعر معقول. السوق راه غالي، تلقاه زايد 400 ولا 500 ولا على حساب كل واحد وكيفاش راه يبيعه. يعني ننصح اللي ما يكونش عجلان ويقدر يصبر حتى شهر يشري من علي اكسبريس. ومشي غير البورطاب، اي حاجه تحبوا تشروها نقدروا نوفرها لكم، نكونوا كواسط ما بينكم وبين الموقع. يعني اللي ما عندهش بطاقه نقدروا نشرو له، يعطينا رابط اي حاجه، ماشي شرط بورطاب ولا اي حاجه، عطينا الرابط تاعها نقيموها شحال تجي دراهم، يدفع لنا في السي سي بي ونشرو له من الموقع. اللايك لا يدمر الصحه ولا يؤدي الى الوفاء، اعمل لايك. المهم اللي راه باغي يشري من الموقع نقدروا نوفروا له هذه الخدمه، هذه هي الصفحه تاعنا، تواصل معنا يعطينا الرابط تاع اي حاجه باغي يشريها، سواء بورطاب او ساعه او اي حاجه، المهم تكون قانونيه وتدخل الجزائر عادي. هذه هي الصفحه تاعنا، يتواصل معنا نحسبوها لها بسعر معقول، ولا اي واحد يعرف اي واحد ثقه يقدر يتواصل معاه ويشري له ثاني، ما كان حتى مشكل. شي شرط يتواصل معنا احنا ونشرو له، اي واحد تعرفه عندك ثقة فيه تواصل معاه يشريها لك عادي بدون اي مشاكل. الى هنا نأتي الى نهاية الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، دعمونا بلايك باش نواصلوا في هذه القناة. غادي نخليكم رابط الصفحة تاعي
أسفل الفيديو في الوصف، والسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله.